والطائفة اللغوية الثالثة عبارة عن تكتل من لغات قبلية شفوية تكون في الأصل خارج وطن عربية بهدف مظهر كل بهدف مظهري كلي، وهو حماية لغة الشعوب الأصلية وثقافتها في عهدها الوثني من هيمنة اللغة العربية الدخيلة. أما هدفها المضمار نسبيا فيتجلى في مؤازرة لغات العهد الكولونيالي في صراع الاستئصال مع العربية لغة العهد الإسلامي. والطوائف اللغوية الثلاثة السابقة تلتقي جميعها على اختلاف المشارب والمظاهر في مناوعة العربية المستقوية بما حملت في معجمها من حضارة القرآن. كل هذه تتناوى على العربية، تتكاثف على العربية. وآخر الطوائف تأثيرا في التدبير اللغوي أولئك المتمسكون باللغات العربية باعتبارها لسان حضارة القرآن. لا يحسن إسلام المرء بغيرها، أيمكن أن يحسن إسلام المرء بغيرها؟ لا يحسن بغير العربية. وبأنها أقدر اللغات على التعبير عن أدق المفاهيم المعرفية، لكن العلماء من أهلها أخذوا تقليدا إلى غيرها من اللغات فأقصوا العربية قصدا أو غفلة من الاستعمال في الكثير من حقوق العلم وميادين العمل. كلهم درسوا بهذه اللغة وبأخذوا يبحثون بها ويشتغلون بها وتناسوا أن لهم لغتها. انتهى الأمر، ده هو الواقع. فأقصوا العربية قصدا إلى غير ذلك مما قلت. وبأن الأمم الأصلية الأصيلة لا ترتقي حضاريا بلغات، هذا من الأمم الأصيلة لا ترتقي حضاريا بلغات غيرها من شعوب الأرض. ليس هناك في الأرض على الأرض أمة ارتقت بلغة غيرها، غير موجودة، لا يحصل أبدا. ليس في الدنيا شعب ارتقى بلغة شعب آخر، هذا. وبأن المجتمع الواحد لا يعيش أبدا باللسانين، ليس هناك مجتمع باللسانين أبدا، لا وجود للمجتمع باللسانين. وعليه ليس في الواقع مجتمع متطور بلغتين رسميتين أي مفروضتين فرض عين على كل مواطن. لا وجود لمجتمع بلغتين اثنتين مفروضتين فرض عين على كل فرد. هناك لغات تعدد لغوي، ولكن كل لغة في جهتها. أما اللغات كلها في جميع الجهات فهذا غير موجود. ويمكن الاطلاع على الخرائط اللغوية في العالم، لا في الصين ولا في الهند ولا في بلجيكا ولا في كندا ولا في سويسرا ولا 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 إلى غير ذلك من الشعوب المتعددة اللغات. لغات متعددة، ولكن كل لغة في منطقتها، وليست جميع اللغات في جميع الجهات إلا في المغرب. إلا في المغرب. هل أستمر أم أتوقف؟ أنا أظن بأن إذا كان يمكن توصل للخاتم. نعم الخاتم. أنشي إذا وصلت، إذا كنت نشوف دوزة نشوف وش أقول. ما قبل هذه. على كل حال يعني أتحدث هنا عن الظواهر التي، ما هي الظواهر المنعكسة على المستعمل؟ ظواهر كثيرة جدا. انخفاض مستوى القراءة الثقافية باللغة العربية، انخفاض مستوى القدرة اللغوية لدى الغالبية العظمى من المواطنين، حتى صار المجتمع معاقا لسانيا. هناك إعاقة لسانية في المجتمع، لا يحسنون لغة أغلب الغالبية العامة. لا نتحدث عن انخفاض مستوى القدرة اللغوية لدى الغالبية، إحلال الثقافة العامية الضحلة ملاذ الثقافة المنتخبة الرصينة. الآن صارت الثقافة العامية هي التي تحل محل الثقافة العالمة الرصينة بسبب، وذلك بجميع اللغات. إحلال الثقافة العامية ضحل محلها، الانسلاخ عملي من هوية الحضارات التقليدية من غير الرسو على بديل المقبول. صار الآن هناك انسلاخ. الارتباط بحضارة اللغة العربية يكاد ينتفي من غير الرسو على بديل حضاري آخر، وهذا مشكل خطير جدا. هناك انسلاخ ولكن دون أن يقع تمسك.
انتشار ما ذكر من الظواهر ونحوها مما لم يذكر لا يسمح بالازدهار ولا بالبقاء. هذا الشيء لا يسمح لا بالازدهار ولا بالبقاء في ظل التناول الحضاري المرفوض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن كنا نريد أن نؤسس لحوار ومناقشة، لكن الوقت الآن يضغط علينا كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا جلسة تأمل مع الأستاذ الأوراغي في التي ننظمها إن شاء الله في إطار الملتقى. وأظن إذا كانت هناك أسئلة ضرورية نحن يمكن نفتح المجال، ولكن الوقت يعني يداهمنا لأن هنا صلاة المغرب الآن، بقي بضع دقائق يمكن للصلاة. عندك سؤال؟ السلام عليكم. صعب لا يقال الأستاذ أوراقي لأن هذا علمي اقتصادي نوع من التأمل والمساهلة، ونحن على عتبة حرجة قد يثبت على القوى العربية. يستحسن أن يجمع الموضوعين ونناقش في نفس اليوم كما تم اقتراح السيد النفقي، يكون الندوة هي لقاء لمناقشة ما قدم، لأن هذه ندوة علمية أكثر منها محاضرة. هذا صحيح، نعم، وممكن هذا الأمر ممكن من ناحية التنظيم، لأن في المدرسة الوطنية للإنسان المعماري عندنا قاعتين للمحاضرة يعني مجهزتين، فنحن سنعمل على هذا. فكل من يريد إن شاء الله في يوم السبت 13 أبريل من الثالثة إلى الخامسة سيكون لنا إذن القاعتين، سنحاول أن نخصص القاعة الثانية للأستاذ محمد الأوراغي، لأن كما ترون يعني قضية اللغة يعني هي بالنسبة للحضارة يعني أمر أساسي، وهي جوهرية مثل الدين في الحقيقة، مرتبطة بالدين، فلا بد أن نهتم بهذا الأمر. ونحن نريد أن نؤسس في إطار هذا الملتقى بالالتقاء مع حضارات أخرى، ونحن الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا إمكانية أن تكون عندنا لغات متعددة، لكن ومعنى ذلك أن عندنا ازدواجية في الثقافة إذا أحببنا أن نقول، نحول هذه الازدواجية في إطار الملتقى مع الآخر، وندفع الآخر كذلك أن يتعلم لغتنا. نحن مثلا أخيرا أتاني أحد الشباب من مارسيليا فرنسي، وقال أنا أريد أن يعني هل دلني على قرآن مترجم باللغة الفرنسية من يعني أطمئن إليه. قلت له القرآن لا يترجم، لابد أن تترجم نفسك أنت حتى تفهم القرآن وتتعلم اللغة العربية. وهكذا مثلا، فندفع الآخرين شيئا فشيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأستاذنا في هذا الأمر، ونحن على موعد معه بعد أسبوعين إن شاء الله في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية إن شاء الله. ونحاول الآن ونختم هذا اللقاء الأول للملتقى بالشكر للحضور الذين جزاهم الله خيرا يعني شرفونا بحضورهم، ونشكر المعهد الوطني للتهيئة والتعمير الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وكان هناك بعض الأساتذة منهم قد حضروا معنا. فإذا نحن غالبا سيكون هذا الملتقى هو في نفس الوقت ملتقى النفوس الطيبة الذين عندهم الخير، لكي يحاولوا أن يتابعوا ما أشكل على البشرية في العصر الذي نعيش فيه. وعندنا الوسائل الحمد لله المتاحة الآن على مستوى العصر، بأن من خلال مثلا سوف تلحظون هذا إن شاء الله بالنسبة للموقع، فيه سيكون فيها اللغات مختلفة بما فيها اللغة اليابانية إن شاء الله، ليس فقط اللغة الفرنسية والإنجليزية والغرب العربية الأصل. طبعا نحن نريد أن ننفتح على الغير، ولكن انفتاحنا ليس ذوبان، ننفتح انطلاقا من لغتنا على الآخرين، نتعلم اللغات الأخرى
لكن لا يكون ذلك على حساب لغتنا، وإلا سيكون هذا الذوبان ليس انفتاحا. فانفتاحنا لابد أن يكون انفتاحا كما أشار الأستاذ يعني الآن بكثير من الأدلة، انفتاحا متوازنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا فرص أخرى، ونحن نعدكم إذن كذلك أن نتابع هذا الموضوع في الندوة الشهرية في شهر أبريل 25 من أبريل. سيكون عندنا إذن موضوع الأستاذ ميشيل داردان الذي سيتكلم حول العولمة أو ما يسميه بالشمولية، الشمولية الجلوباليزاسيون و globalisation humanisme et religion. هذه المحاضرة ستكون باللغة الفرنسية لأن الأستاذ ميشيل داردان هو بلجيكي وأستاذ، يعني سوف يتم لنا أن نعرف له فيما بعد. عندكم في جوجل يمكن تدخلون وتجدون يعني كيف أنه التحق بالمغرب ويعيش معنا الآن في المغرب ويشاركنا كل هذه الهموم. و يعني أشكركم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.